أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد من الوقوع على الفتوى لن يعني الشباب الاستئسار في هذا الأمر صلى الله عليه وسلم، القرآن يشد لنا في الشرعي. موضوع الفتوى المسلمين في الله سيكون ذاك لنا في الديباء والسقسية مثلا ما شاء الله. فكرت بلي موضوع الفتوى موضوع مهم وخطير، مهم وخطير، مهم خطر الساعة على طرف ذاته. إذا نستسلم الفتوى واش نقول الشرع فيها، واش نقول الفتوى واش نقول، والحمد لله زدنا نسيت فيه على من علامة الحياة. مدام رشيد استنادين تقلي الباب تفتحوا بيسان في الشريعة وفي الفتوى الشرعية مظهر صحة. الأمر الثاني مسلم اللي هناك تجاوزات خطيرة في الفتوى، تجاوزات خطيرة، لأن الفتوى ما عندهاش وجود. الفتوى لا حدود لها، تصدر فتوى في أقصى الأرض تصل إلى أدنى الأرض، ما عندهاش فرونتيير، وخاصة في هذا الزمن. فلا نسمع لكن عندنا الإنترنت الفضائيات يا خسرة، أدفع فتوى روح بلا حدود. لذلك إما تكون فتوى عمار إما فتوى دمار. الفتوى إما غتسفلو إما تموت، أسدي تنوي لك خطيرة. وذكرنا شروط المفتي، ذكرناها، ذكرنا قواعد الإفتاء، ذكرنا شروط المستفتي، ذكرنا كاع ديك المسائل من أجل هذا الغرض، وختمناها بما ذكره ابن القيم رحمه الله في التلميذ ابن تيمية رحمه الله تحت عنوان إعلام الموقعين. عنده كتاب اسمه إعلام الموقعين على رب العالمين. قلنا اللي يفتي مش ونسني في بلاصة ربي سبحانه عز وجل، ولله المثل الأعلى، لأن تقول فتوى هي هذه ياخذها ويروح مسكين يطبقها. إذا كانت صحيحة الله يبارك، إذا كانت خطأ مشكلة. لذلك أجربتم على الفتية، أجربتم على النار، ذكرنا كل هذه الأمور في مسألة. وبعدين فتحنا دي باون فير مجال مفتوح في مسلمين في كم سنتين، أجبنا عن جميع الأسئلة ولو كان سؤال واحد كل أسئلة. استجابة لطلبة بعض الإخوة نزيدوا موضوع مكمل، موضوع مكمل باش تكتمل عن عندنا الرؤية، تولي رؤية واضحة متكاملة من خلال الحديث اليوم عن خصائص الشريعة الإسلامية. إذا استجابة لطلبة كما قلت بعض الإخوة، وهي طلبة مهمة جدا عندها علاقة بموضوع الفتوى، لابد يكون عندنا جلسة اليوم عن خصائص الشريعة الإسلامية بجانب النظري، تيوريك بجانب النظري، باش نكونوا فاهمين هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، والمجال مفتوح بإذن الله بعد حين. بداية دينا غيث مثل مدينة الضرب الشريعة، كلمة الشريعة لفظ الشريعة يفيد معنى المذهب، يفيد معنى الطريق السوي أو الطريق المستقيم، السبيل المستقيم. من الشريعة وسميت أحكام الشريعة بالشريعة لاستقامتها، ديال الشريعة معنى المستقيمة. طيب قولي في الحيث من حيث المصطلح، حيث اللفظ اللغوي الشريعة مذهب طريقة مستقيمة سبيل سوي شريعة ديال الأصل اللغوي. مذهب الشريعة الإسلامية يعني مركبة، معناه الشريعة للإسلام، الشريعة للإسلام ماشي شريعة موسى، خاطر موسى عنده شريعة، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام موجودة في التوراة، ولكن قرب عيسى ما عنده شريعة، هي الشريعة في إنجيل عيسى عليه الصلاة والسلام، والشريعة موسى. لذلك حينما نقرأ في مصادر التشريع يقول شرع قبلنا، شرعنا. نجد في بعض أيضا في سيدنا يوسف بعض الشرائع عند سيدنا يوسف مثل عقد الجعالة، عقد الجعالة
في فقه المعاملات أصله راه موجود في سورة يوسف وفي شريعة يوسف عليه السلام. وسع القاعدة شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا، إلا إذا ورد يعني حكم في شريعتنا الإسلامية نأخذ بما ورد في الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة. إذا بدل الشريعة الإسلامية معناها شرائع الإسلام، شرائع الإسلام يعبر عنها في أعرافنا عندنا، لكن سيدي خدي الشرع سيدي خدي معنى الفقه المالكي، الفقه المالكي اللي هو فقه الإمام مالك الإمام دار الهجرة، دار الهجرة الإمام مالك معروف وهو الإمام دار الهجرة صاحب المذهب المالكي. وكذلك ورد لنا كتاب معروف سيدي خليل، لكن أمره الشرع سيدي خليل معنى الفقه سيدي خليل معناتها اللغة الفقه المالي. طبعا ممكن بعد نفتح المجال اللي عنده سؤال يتفضل. كي نقول الشريعة الإسلامية يعني الأحكام اللي موجودة في الإسلام بمصدريه الأساسيين في الكتاب والسنة النبوية الشريعة. طيب هذه الشريعة اكتملت الحكم ثم اكمال الدليل ربي قال في القرآن الكريم اليوم في أول سورة النافلة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اضغط الكلام. ولكن كيف بدأت الآيات بداية عجيبة؟ اليوم يئس الذين كفروا. الكفار داروا معجب باش يطفيو نور تاع المصطلح. خدم من أين أرسلت ومن اسم خدمت باش تسقسي ثلاثة أسئلة نور. ولكن في المسلمين دائما بعد القرآن يخدم الكونستايك كونستا فينال إناد اليوم يائسة ماشي ييأسوا في المستقبل لا يائسة. لذلك كل محاولات الكفار منذ 15 قرن لم تفلح. كيفاش لم تفلح؟ حاولوا باش يزوروا القرآن يجيبوا لك قرآن مزور اللي موجودة تحريف القرآن الكريم يجيب لك مثلا آية في سورة الكهف يدخلها مع سورة العمران وآية في سورة مثلا مريم يدخلها في سورة الأعراف. حتى هذا ما قدروش لأنه حفظ القرآن كفر. كي يسمع الآية يقول لك لا هذه الآية هي يقول لك مثلا الحمد لله رب العالمين الله الصمد الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد راح تخلط. قل الله احد قراها في مسجد الشيخ الحداد عز الزقاق ولا قراها في الطائف ولا في مكه ولا في فرانكفورت وتقراها سبحان الله جل وعلا الخطا عاود حافظينها القران محفوظ بحفظ الله عز وجل محمد كبار قال رفع المسجد في صلاه الفجر جا واحد فلسطيني يقول يا ربي 9 سنين كان يقرا في المصحف الشريف وبعدين جابوا الشيخ احنا صغيرين جابوا الامام حتى جا طفل جابوا قالوا الشيخ شوف برك المصحف هذا شافوا والامام ثم قال لا في الخطا ثم قال يا جماعه الخير هذه النسخه فيها خطا وتبين لي واحد الزريعه تاع اليوم ثم والنصارى وكذا خرجوا الاف النسخ تلميلي ألف نسخ وسعوها في الجوامع وباش نقراو القرآن خطأ بعض الآيات ماشي كل آيات بعض الآيات فاقوا بين شكون فاق بين 5 آيات ما نساهاش يعني في سنة 85 أواخر 85 تقريبا في نوفمبر 85 قلت سبحان الله ربي سبحانه يبدا دم شيشة يديرو دم شطوح يفاق استحيل تصور لو كان يجيب كلام واحد اخر دخلوا في القران اي واحد يفهم كلام واحد اخر لو كان في الخلافه انت زي كل شيء يجيب وخلط كيف حبيت
واحد يعرف 80 سنة في الكنيسة وما يفهمش. إذا كنت قرأت مثلا الإنجيل ورد في الإنجيل كذا وكذا، مثلا إنجيل متى، وأنت صخرتي وعليك أبني كنيستي، هذا نص في الإنجيل، وأنت صخرتي وعليك أبني كنيستي، ما حللته في الأرض فأنا أحله في السماء، وما ربطته في الأرض فأنا أربطه في السماء. ورد في إنجيل آخر يا أورشليم يا أورشليم، أورشليم على القدس، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء، كم حاولت أن أجمع فراثك حولك ولكنك أبيت، وهذا بيتك قد أمسى خرابا. هذا نص وسوى، ما غلطتش فيه، نص وسوى، حفظته كي نحفظ القرآن، بعد القياس مع الفارق، ولكن جيب لي واحد عنده 80 سنة مكلخ بالروح قدامك، مكلخ مسكين، هذا هو الكلام اللي في هذه في هذه ما يفهمش. خاطر أي واحد لازم يرفد الإنجيل ويقرأ، يحنا الشيخ نتاع الشيخ نتاع يقرأ مما يحفظون من صدورهم وصدور رؤوسهم، أليس كذلك؟ صفي الكتاب محفوظ. يئس الذين اليوم، سورة المائدة، اليوم يئس الذين كفروا، ولكن على الصورة واحدة، بقلب دينكم. أعطر الكفار يوسف السيدة، مازال أعطيك الطريحة، أعطيك الإيثار، سوى سورة، إذا الكفار يئسوا من ديننا ولم يئسوا منا بدليل أننا مفرط ونأخذ الطريحة من هؤلاء الكفار في جميع المجالات. إذا كيف أعلم؟ كيف نجعل الكفار ييأسون منا كما يأسوا من ديننا؟ سهل هذا، أن نرتقي إلى مستوى ديننا فييأس الكفار منا كما يأسوا من ديننا. معادلة بالرياضيات والفيزياء بالمنطق تلقاها سهلة. هكا علاش نعرفها؟ صافي نقلب لي المستوى العلاقة ديالي، ما يولي مستوى الدين ما نخافوش. لقيت أن عمر اختار كنا أذلة فأعزنا الله بنسنا فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا فلا تخشوا وخشوا. بعد اليوم أكملت لكم دينكم، الدين قد اكتمل، وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الإسلام في الإكمال، ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله رانا مسلمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا ولا كنا لنهتدي لولا أن هداه الله. هذه كلها مقدمة. الآن نحن في خصائص الشرك، يفيد الخاصية الأولى خاصية ربانية، يعني أن الشريعة قرآن وسنة مصدرها الأساس هو الله، شرح الدين شرع ربي، شرع ربي، أما القرآن أما السنة، خاطر كلاهما وحي، ومادام شرع ربي الحمد لله، صافي باش الرأي كيما الرأي به، خاطر لو ترك الأمر للرأي، كل واحد عنده رأي، كل مساء رأي ذكور، الرأي يلها الشرع اللي قافك برأيك، ولكن في مسألة أن يلزم مسألة الشرع ذلك، لذلك القاعدة الفهمية تنص على الآتي: لا اجتهاد في مورد النص، يعني أن دليل تكست ولكن بشرط أن يكون النص قطعيا ثبوتا وثلاثا كما ينص على ذلك العلماء الأصول. طيب إذا الشريعة الإسلامية خاصية الزواج كاركتيرستيك، يعني خصائص خاصية الزواج الربانية، وما دين الربانية؟ فهي تصنيف الميزة تسع ثمرات. الثمرة الألف قدسية أحكامها،
معنى أحكام الشريعة المقدسة. وقصة كون قدسية أحكامها وسرعة الانقياد لها تجي ثمرة الأولى. بمعنى أي واحد أي واحد معلش نعطيك مثال من الواقع. اسمحوا لي التجار اسمحوا لي التجار لو كان تقول كنيسة أعطيني كاع شي فرقة فيهم دقايق كاين ناس اللي ما يبانش اكزاكت ما ندخلوش في الحساب هذا سبب الضرب مي تروح عند الشيخ الشيخ تاعنا تعطي له اكزاكت في الزكاة علاه علاه اللي كان ميزان مانيش نشجع علاش ما يكونش جماعة فهموني مليح خاطر راني نشوف انا كاين ريسبونسابل ونقول الواقع علاش لي سيرفيس تاع الانسان ما تبدش اكزاكت وكي تروح عند الشيخ تقول باش نزكي يا شيخ تعطي له اكزاكت كاين فرق كي يقول لك يوصلي شوف داخل ويقول يا ربي عطاني الرزق لازم نعطي له اكزاكت اذا عملنا 52 مليون وكذا يعطيك اكزاكت او بالتقريع يعني في حدود الطاقه كي دينا فونتير دير كذا كذا واش كاين يعطيك ولكن ما يبخلش من المعلومات لي دوني يعطيها لك سوا سوا كاش وين داخل بيني وبينكم دي فوا واحد ما يوصلش نصاب الزكاة ويزكي تقول مثلا لازم واحد لازم 50 مليون و 51 و 150 كيما هاد السنه يا حاج هو عنده 49 مليون تقول له بلا زكاة عليك ما تزكيش سالا لا شو خاطر وصلنا النصاب كيما لا قال ربي شويه 49 مليون و 50 مليون نديرو اخويا الزكي باش اذا ارتاح كل يوم اذا ارتاح ضميري الكونسيونس ناخذ منه هذه الحكمه سرعه القيادة سرعه القيادة ماشي شي في امور اخرى تجي مثلا واحد نعطيكم مثال عام واحد يتعامل بالربا قصه حقيقيه يتعامل بالربا يمتص دماء الضعفاء تحتاج 100 مليون يسلف هذا ولكن بورسنتاج 10% يتسكر السكر يخدم له عجب ديال الراشي ومازال تكمل اسميتو زعما حتى وصل الخطي يثوب توبه نصوحه ولكن قبل ما يتوب شرى واحد قطعه الارض نتاع واحد امراه مسكينه ارمله فوف تجات حوايج ذري اكل نسوى المينيموم في 100 مليون انت يوريث واحد 150 مليون ذاك يوريث باسكو انت مسكين حوايج يزنز يوريث يبروفيتي لا سيتياسيون ديالس يوميت رخيص روح يا زمان جي يا زمان النهار اللي يثوب بس اكل يثوب باش تصعيب يثوب الا كان كان خدمه يا رب يا سهل معاه والله يا رب يا طيب كاع واش كان شغلك جهد درت كذا درت كذا درت كذا درت كذا كي وصلنا لهذه يا صاحبي كوراج ترجع لهذا الطرف والله هذا السبب كيف يروح على المونتير يفكي اس دوناسيون في البوستي يبوي اس داكت ان اس بوك في داك الاخير غير انا كيلو في اس ان كي نسيا في كيرا 150 مليون ما عنديش ان اس 150 هذا ماشي تاعي تاع الحرام الربا هاي تي محتاجه وطرا هاوليك طرا شونش كما كاينش توبه هذا لو بري سي بوس توبا نصوح بنادم يبان واحد اخر كي اللي توبا في هذه الايام في شعبان ماشي تصلي هذه هذه تصلي تشوف الله يبارك في شعبان هذا تصلي في الخير اربع مش راه كانت توبا نصوح اذا نفس الشيء في الاحكام الشرعيه جميعا هذه من ثمرات الخاصيه الاولى اللي هي ثمرات قدسية الأحكام وسنة القيادة. الثمرة الثانية لا لا شو أن أحكام الشريعة كاملة لا تحتاج إلى إضافة. أحكام الشريعة كاملة خلاص صفة. ما يجيش واحد يكمل عليها. سمعت الآية في سورة المائدة ربي ناد اليوم أكملت
لكم دينا، معنى الدين قد اكتمل عقيدة، شريعة، عبادة، خلقا. ما يجيش واحد مثلا لكني نو الزكاة 2.5% كلي لازم نرجعوها 5%، لا خليها برك 2.5%. النبي عليه الصلاة والسلام إن ربع العشر حددها خلاص، لا ما جابش لكن كسر وسلو يا الشريعة قد اكتملت تنكمة. يجي مثلا الوصية الشرع حددها كيقول الشرع باش تقرا في السنة، وهذه في السنة حددها بالثلث باتية، سمعت كان الحديث عن النقص الثلث والثلث كثير. ما يجيش واحد يقول انا نخلي تيستامون دو تيام، لا ان تيام ماكسيموم. فرات الوصية تيستامون جيت ثلث، ما السعر 60 يقتارا 20 ينك في كيفن خدم وصية وتمام بشرط امتلال للوارث سي برا، ولكن واحد ما اكثر الثلث خاطر النبي عليه الصلاه والسلام قال الثلث والثلث كثير. طيب في العبادات كيف كيف المعاملات وكل شيء. جي الثمره الثالثه مهمه جدا، ان احكام الشريعه لا تقبل النسخ، لا تنسخ. طيب الدين قد اكتمل، ما يجيش واحد يلغي يلغى كما تقول في لي لوا، يا اخي تقرا في لي لوا يقول لك لا لوا مثلا في الاوقاف، لا لوا تاع دو ميل ان نحت بعض الامور، لا لوا تاع كذا هذه اوس لا لوا هذه في الاوقاف، الامور اللي عندها علاقه بالاموال الوقفيه الاوقاف. وكاين قوانين تلغي قوانين نهائيا، تلغيها تماما تنحى. وممكن تجي كونفونسيون اتفاقيه دوليه صدقت عليها الجزائر تعطل نص قانوني صدر في البرلمان، ليس كذلك؟ كارثه هذه لي جوريز تاع الفوا لارتيكل 132 دستور لو با كونستيتيسيون. على بالك يقول لك المعاهدات المصادقه عليها تسمو على القانون، تسمو على القانون، سيتادير كونفونسيون صدق تاع الجزائر عندها فالور جوريديك، يعني عندها قيمه رتبه اكثر من لاوا اللي تخرج من برلمان. هذا في الكوتي جوريديك تاع المجال القانوني. في الشريعه الاسلاميه ما عندكش حق ولا واحد يلغي نص شرعي ثابت في القران او في السنه. فهمنا ضرب الخاصيه الاولى الربانيه، زي كنت تنزل في السنه تنزل في التسعه الشرعيه. الصفة الثانية مهمة جدا ذا شوت، صفة الشمولية. الشمولية ألف زمان، باء مكان، جيم أحكام، دال إنسان. مكان زمان أحكام إنسان نشر. ما دير الشريعة الشاملة من حيث الزمان سيتادير الشرع سبحانه سكوس في الدين الزايد قبل 15 قرون أكان مثل يردونيس يستغرق الزمان كله إلى نهاية الدنيا. أي غركة باش ما يجيش واحد يقول لك الشرع مليح ولكن زمان في القرن الأول الثاني الثالث نو نو سيرتو رانا في الزمان تاع الانترنت، رانا في الزمان تاع لا تكنولوجي، الزمان تاع الاسترونومي، الزمان كذا، ما بقاش هذه الشريعه ما تصنعش رانا في الطيارات في الصواريخ مش عارف شنو. الشريعه صالحه لكل زمان ممكن مع الناس، ماشي كان دار صبحي الزمان حتى المكان. الشريعه صالحه في السعوديه، صالحه في الجزائر، صالحة في ألمانيا، في فرنسا، في مصر، في كل بلد. فقط نحن المشكلة في نحن، هل نرقى إلى مستوى الشريعة كما قلت في مقدمة اللقاء؟ لذلك من حيث المكان هو الشريعة نور الله الذي يضيء الأرض. شرع سفة ربي هو القرار سبحانه عز وجل. جي من حيث الأحكام، شو معنى الإسلام؟
معناتها احكام الشريعه شامله لكل مجالات الحياه. انت فرضت طرحوا مثلا في المجال المدني المعاملات تاع الناس، سورة البقرة أطول آية في القرآن ما هي؟ رقم هذه الآية 200 سورة البقرة آية الدين 282 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هل رقم الآية هذه هي أطول آية في القرآن حكمة صحة كاملة يعني لا طاش باش 280 كي ايوا واحد اون باش صفحه كامله على واش تحدث على كتابه الدين على التوثيق واش يدير التوثيق ديون على الشهاده على الرهن على التجاره الى تكون تجاره القرار منكم سبحان الله هذا القران أنا القرآن يشير الأمور تاع معاملات ربي لا تغفى في أمر الربا وأحل الله البيع وحرم الربا معاملات اقتصادية بين الناس معاملات مالية هذا باش ربي يحمينا الشريعة الإسلامية باش تحمينا خطر تحريم الربا حماية للإنسان حماية للاقتصاد والمال أليس كذلك؟ خطر لو كان الربا حلال كارثة لعب دراهم يمتص دماء الضعفاء يمتص لا ترك الربا حرام والاقتصاد أيضا كما عرفتم في مسألة ذكرت هذا الموضوع مرارا الاقتصاد أيضا يكون محمي يكون محمي وإذا كان يزيد أزمات نظام رأس مال من مسبب الازمات لكريزه من الراس مال لكريزه الشده الازمات الماليه المختلفه تاع 1929 تاع 93 96 8 الازمه الماليه العالميه النظام الراس مالي مولد الازمات يسال ولد الكريز شرح الصفحه الصحيح تحليل في هذا المجال معلش هذا باختصار مجال معاملات مجال العبادات كيف ايضا بسم الله قرأ عبور أقيم الصلاة أدوا الزكاة إلى آخره وما خلقنا الجن وما خلقت الجن والإنس ليعبدون سورة الداريات وما خلقت الجن والإنس ليعبدون العبادة راهي موجودة أليس كذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة لها عن 12 منكر هكذا لذلك ربنا سبحانه تكلم العبادة في مجال الأخلاق تصرف كيف كيف نخلق الشريعة ما خلتهاش وانك لعلى خلق عظيم ما دام ربي سبحانه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق كيف كيف يتكلم عنها يا ايها الذين امنوا اذا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها فكي من الاخلاق ليس كذلك من الاخلاق ايات الاخلاق كثيره جدا اكتفي بهذا في غد الليل من حيث الاحكام شاملة للعبادات لا شاملة للمعاملات المدنية والتجارية وغيرها شاملة للعلاقات الجير والجيران كذا ولا الحياة الزوجية والوالدين والأولاد إلى كل شيء كاين الجيران والأموال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل واحد يتعدى على خو ثلاثة لكن سينا وناس كثير وسكوسة نزال شوية قال لي زازاين في النساء السباعه كي يدير الماعون كرزا 40 سنتيم سبع صغيرات 50 سنتيم يتزاوج يا هكا وهذا التراب يدير بغير حق هذا كله موجود في القران في القران او في السنه النبويه طيب وكاين تصوم الشموليه وكاين شموليه اخرى ايضا لا شوت شموليه من حيث استيعاب كل الكائنات يعني انسان ولا حيوان على بالك كاين حقوق الانسان موجوده في الشريعه وكاين حقوق الحيوان وكاين في الشريعه الاسلام المحتسب
صاحب الحسبة، والحسبة أساسها قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بمعنى المحتسب لو كان يشوف واحد جاب زايدة رفد عليها أثقال كبيرة يقول له روح مخالفة، والرد نتاعك كيف يدور من جنة أروح. قلت واش دخلك هذا الزايدة تاعي ماشي ينفع بها أنا عليها ما تحملهاش نخرج منها ممنوع. وين يعطي تعفيا الزايدات أكثر بين السبب تجد تعاطف معها. هناك مخالفات شرعية كثيرة نقع فيها أو يقع فيها الله نار نار. تجد الحيوان الحيوان لا يقدر يرفع شيء ما يقدرش يشتكي مسكين يسكت سينبغي يقول من ياسر سينسم شرار بشرار من ياسر أبو سجين غادي تنكره مشتكي سقار دين مخليع يخلق بريقي جنة مريع في الله يرفدوا عليه مسكين يعزلوا عليه أقرقا نزيدوا له هذه ولا نزيدوا هذه يا سيدي بلوس كان غادي تنكرو ان شاء الله. ذا هو يعني سمعت الناس غادي تنكرو ان شاء الله. ذا خورا طيب عندك هيرة قط امشيش كسريش نصر حصر نفقة واجبة عندك قط عندك اي حيوان تملكه لازم تنفق عليه لازم ياكل خليه ياكل برا باش يطرقوا تعرفوا القصة الحديث دخلت المرأة النار في الرابعة علاش بلا وجه فماش كي كلها واجبات تاع الحيوان تاع الحيوان واحد يرفد البولات ولا بحلا ويضرب الحمار يضرب ويخلي لا يجوز لا يجوز ضرب الحمار باش تاكل نعم ضرب بالرمون زرزور تاكل نعم ماشي تقتل وتخلي خطر هذاك العصفور يجي يوم القيامة يشتكي لرب سبحانه كما قال العلماء قال لك يشتكي بالعياط يقول يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني من فعله وكأنه يدرك سر خلقه سر وجوده يقول يا ربي الفلاني إلغاي بلا سبحانه بلا فائدة إلغى فوق الجاف إلغى فوق الجاف إلغى فوق الجاف لا ممنوع تنغيط شيء أو في مولانيك نفس الخيط نورمال باش تنغيط الجرايد زي ساعة روح ساعة روح تكيب من هذه الأحاديث الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الشريعة في زمن الحيوان قال عليه الحيوان بين قوسين كان واحد من الصحابة الأجلاء رضي الله عنه وعنهم جميعا اسم حذيفة بن اليمان حذيفة على بالكم هذاك القوت اللي يبقى فتات الماكلة كي تاكل يبقى لك شوية من كل عشية في ذلك الفتات يديه لبرا واحد من المل من المل أو الطوف يسوي ياسر يقولوا صاحبي الجالس ياسر نراك تفعل كذا وكذا واش راك دير؟ إلا ياسر هذاك الخبز نديه للمل من المل جار تعرف شنو قال انهن جيراني ولهن علي حق ان يسوق فوق الجاري يسال حقص في هذا نعود الى حياتنا وحنا حق الجوار جارك اجارك تاكل ارضه ولا واحد ياكل الغله تاعو يتعدى عليه بغير وجه الحق يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيضرجه ما زال جبريل يوصيني بالجار الى كان يظن غد يسير وسديني الجار الذي يوصي الجار الاذان النوع من فرقه شي في مغربي انا شي في مغربي الجار خويا مش تفلس افرح براحتك ولكن يوزن جار جيرانك بص فرح ولكن سرور في الله حريتك تنتهي حيث تبدا حرية الاخرين سار الحرية من وين سار الحرية فرنسا الصنزي باش تكرر الزمان باش الليليان السفران الغراب بعد سنة قام الليل قال الجيرة جماعة الخير ثاني كلها راهي داخلة وين داخلة فيها
حق آخر الإنسان والحيوان من الإنسان سواء كان حاضر أو غائبا. على بالكم عندنا أحكام غير موجودة في الشريعة الإسلامية، أحكام الغائب وأحكام المفقود. شي بوصل حنا خوات عندنا خونا مفقود ما ظهر عليه حتى خبر او كان سميتو فيه بابا مات. كيفاش نقسم تريكا؟ واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة نزيدو في الثلاثة في ستة. كيفاش نقسم تريكا؟ أعطر نقسمو غير بيناتنا ولا نحسبو خونا اللي ما عرفش نحسبوه عندو تواصل ما بان عليه حتى خبر حي ميت الله أعلم. ولكن نعتبره حيا استصحابا لحياته الابقاء على ما كان كما كان حتى ياتي الدليل الذي يخالفه. فكي احكام الفروض نستناو مده معينه بعدين دون بروسيدور اجراءات نستصدر حكما بالوفاه الحكميه ماشي الوفاه الحقيقيه. خاطر ممكن يثم طوطيس واش يدير استنى كي يجيبو جوجمون نقول لها روح تعطي زواج على روحك. شفت في الشريعه تبقى معلقه ماشي تستنى 30 40 50 سنه لا خليها روح تعاود تزوج. العده نتاعها 4 شهور 10 ايام كيما عديت المتوفى مع زوجها ليريتاج نتاعها قسموه هو تركيا زيد اما الى بعد 10 سنين شهور تلاقوه راجع ملأ الباب شوف جماعة فيها مش نخرج تلك ما بقي عينا يستردها ما بيع أو استهلك لا يستردها زوجته إذا لقاها متزوجة بشخص آخر ما يرجعهاش إذا كان مازال يرجع مفهوم. يعني الأحكام باختصار يعني الاختصار الأحكام في الشريعة من الغائب نزيد نقول حاجه اخرى الجنين حتى الجنين غائب يموت يول ايجاب ثامتو في ستاديس اونسان الشهر الاول تسيمو نقسمو تريكا انفهم تريكا ولكن ماشي كان جرادة من الوفاء اكلوا ديال النظام وتلك الناس هذه هو ماشي كان زي الشهر ماشي في الواقع ماشي في القلب لا اليهودي ولا الروماني ولا الفينيقي ولا البابلي ولا الاشوري ولا اليوناني في الحضارة الأموال زيرو سوى الشرع بالإعطاء حق للمجرمين في بطن بلا ما يعيط بلا ما يرزق بلا ما يسوي برتغالي ولا شيء ديالو وزيد ما نعطيهوش حق لا نعطيو له أوفر النصيبين ديال دي بروبابيليتي تروح عند النوتير يخرج لك ولا عند الامام يخرج لك الاحتمالات بالك يكون طفل بالك يكون طفله ما تقولش ليكوغرافيا اسمح لي الضوء لا نخدمو بالفرائض خايفين تغلط ممكن يكون لما تسرعوا قدامك يمكن يكون خطا ممكن وثم قبل ما تظهر ليكوغرافيا لازم نخدمو بالاحتمالات خدمو بالاحتمالات ونحتوي حقوق ونكون محفوظ نحفظه حتى يجي اذا جاء حي ولو كان علامه من علامات الحياه جد ليا السكار حركة دونات عاش اون سكوند يوفي اون سكوند يوفي الجوال يريتي هذه ما عاش وجدو خرج من بطن يماه السكار ومات نورمال أيوة. أنثى يتحول إلى مولد على طول وعنده ورثة تاعو منهم يما خطر باباه مات ويماه وارث منهم راسي سعي عشق السكر في الدنيا هذه واضحة بس خطيتي سبحان الله دير لي شنو الخير هذه هي الشمولية الشمولية صافي تاكي تسمع ولكن الشمولية الحياة أحيانا ذات الشمولية من حيث الإنسان صافي الشمولية من حيث المكان الزمان المكان الأحكام الإنسان مع الشريعة الإسلامية تخاطب الناس جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
سيتادير ديال الترايون في الهيكل وعرب الشرع كاين هي وعرب ميلا ليزالمان ليزامريكان في هذا الشريعه مليحه لكل الخلائق اللي داخل الارض للانسان ولباس المسلم كلكم لادم وادم من التراب كيف كيف نغير يوم ما يشوف الاحوال اللي قال لك يشاهدها في شده الاسلام ام حمل الشرعيه ام حمل الاسلام ام حمل وثيكوال يعني تطبيق الاسلام اكثر من السلم اذا بين قوسين قديم الدوريجي مفهوم ثاني الظلام سلام الامتحان اليس كذلك لذلك جماعه الخير فلاديمير باللي الانسان كل انسان مخاطب باحكام الشريعه الانسان هذه الشموليه خاصيه ثانيه الخاصية الثالثة مهمة جدا لا شو خاصية صافي الربانية الشمولية في ثلاثة خاصية الواقعية شو الناس واقعية على الشريعة ماشي الأحكام اللي تتبع في الخيال يعني غير قابلة للتطبيق الشرعية لها ولكن ولا تطبيقها ولا شو تطبيقها في الواقع الشريعة مزمات ما مزمات بدين تقريبا اي تقريبا هي الرسالة بشرط ان سعودية قالوا زيك ان سعودية قالوا زيك في اي مجال اي في المجال السياسي بالبوليتيك رب سبحانه شو امرهم شو رابينهم اذا دخل مبدا الشورى مبدا الشورى مبدا لازم لازم طريقة التطبيق لا ذاك الشرعي جات لا ينسوكلاس في المجال الدستوري مثلا كاين نظام البرلمان نظام الوقف الواحد كيما حنا قبل التعديل الدستوري كان المجلس الشعبي الوطني برلمان ابري داو التعديل قالوا الغرفه الغرفه الثانيه السين هذا تاع مجلس الامه كاين المجلس الشعبي الوطني مجلس رئيس الفوت وكاين مجلس الامه بيستعين هذا السياسه هذه القضيه شنو هي يجوز يبقى الممارسه ديال القضيه اخرى يتكلم مع الهياكل كهيكل راه في المجال السلطه القضائيه الزمان كاين ما يسمى بنظام القاضي الفرد ضرب القضاء متعدد يجوز الزمان تصور معي القاضي شريح قاضي من القضاة القاضي شريح القاضي مثل القاضي ابو يوسف وغيرهم يعني قضاة معروفين يعني نبدا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أول القضاة هو نبي رسول حاكم قاضي كل شيء جمع كل هذا الأمور النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يقضي بين الناس يختلفوا يقضي بيناتهم بكر الصديق كان قاضي عمر بن الخطاب كان قاضي علي بن أبي طالب كان قاضي إلى آخره وكان قضاة روح جيب أي قاضي كان قاضي الفرد يكون قاضي مريح في الجامعة مثلا بعد ذلك عندهم دار قضاء يجيو القضايا قضية سيفيل مرحبا قضية بينال مرحبا كوميرس مرحبا سوسيال مرحبا كاع لي زافير كاع لي ليتيج كاع طيب ما كانش اللي تاع لا كور وسوبران كونسيل دي لازم ما كانش كل وراء ما كانش باسكو طبيعة الحياة هكذا كانت الطبيعة بسيطة والقضايا بسيطة كيف نجلس نوقف السر وكان دوغي مغاربة مكان إمغار ما كان قبل 50 سنة ومساعة تليفون ثورة تليفون ثورة ما ثلاث أخان تزمور تزمور تسيقى ذاكي بلك الروح هنا رمك هذا يوم ثالثة الزينة وبعد ما يسوف يسمعين تسيقى ذاكي تلوفة أكا مثورة نام مثورة نام الشركات متعدد الجنسيات الزين يستثمون الفروجية الزوجة شيء يفيد فرد الدوليس سيكون سبب من المخطة لازم يطلع يكون أجور نسوي الشيء نسوي الشيء فكل شيء في الداخل شيء في الداخل جماعة الخير ذاغفر الله ذاغفر الله صفي لقليلين في المثل الأمور المدينة الواقعية معناها أحكام الشريعة قابلة للتطبيق النار تطبقها أن تطبقها ما في التجارة ما في الأمور السيفية المدنية ما في الجوار الحياة الزوجية الحياة العائلية كل شيء من امر اخر ثقيل مع ليس الواقع الواقع توجد الواقعيه الى وين مهم جدا في الواقع
شراب حرام حرام قطعا، ولكن المفطر يجوز له. ماشي واقف الشيء علاش نرى موثو في ظلامنا من غير شي مغيري امس امس يطفيك لحد الصحراء ولا شي واجب سوى الحرام. هذا رسول الله دينا شرعك وشي اني كما في ندي الصحراء وثو في ظلام الله من الاحلال ولاش قالت له لا شاب لا شيء لا شيء لا شيء والو 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 يطفيك فلاد فوق مليح توفي هذا الشراب كرمكم الله سو سو كان شو اللي في الدار ولا شو سو كان فلاد يكفي. ربي قال في سورة البقرة الآية 173 فمن اضطر غير ذلك إذا كان الماكلة من الماكلة قل ماشي على النار البشر لا حتى على الماكلة صورة المائدة الآية الثالثة جاوبنا قل ما تخافوش فمن اضطر في مخمصة أكل الميتة تاكل الجيفة لا يجوز أكل لحم الخنزير كامل لا يجوز قطعا إلى آخره لا يجوز المقودة النطيحة آخر في مع آخر في داروا حرب قال لي ما تفيزوش الور النطيحة ما تكونش مات إذا كان مطلوب نطحة لا يجوز إلى آخره إلا ما ذكيتم المسلمين إلا ما ذكيتم ما أدركتم الفلاح نزيد دائما عند الموس ماشي كما لي جون تاعهم لي جون تاعهم كيف الموس ماشي شي أجريسيف طبعا ماشي حكم عام لي جون تاعهم لا ما عنديش نخرج بيا اليوم بكري الشيوخ هاي الموس على انه عجب هذه شفت مره واحد عجوزه كانت سكين ابوها المؤمن ابوها الاعراب يغلي اسلو خفيف قرر يتم خبط غادي يموت يوضع من الناس يعرفوا ربي يموت يبيد الموس يجري اب يزلا فيها الماء تقول تمشى تقول تمشى ما تجيش الا ما ذكيتهم عليه الناس خليه يموت نركت لكيت قلت ما قرب أوي لا لا شن جوار أخاف في الغزقة خلاي أثناء غنوني أخدي فرق 40-40 ألف ماشي غير ولا تخيفة شفت المسلمين كيفا أنا شفت المسلمين بسي ولا أخوة تقول ذراك المرسلنا ذا قولي إذاك شفت سنالك بند الطبع وقال أقول لي كرا الزلمت لك فرقت له في الجيرة كده يقول يزيد راسي سخاني خلص خلص ما قدرش تكافل اجتماعي يغن مسكين وينا وينا كني سعنا مولا إنك يا ربي الحمد لله كاين مسلم لو كان خسر وحدي تخرج واحد ألف جاجة ميتة ترميها الواد شو المسلم الإسلام هذه كلها إرشادات إسلامية مع الإسلام يقول باش تعيشوا ألاز تعيشوا ثاني مثيلا ماشي خاطين ديكويز خاطيني برط الروض يموت مسكريك يا ولدي وقال يموت مرايك لا نتكافل نقتسم الضرر السؤال في السوسه لين قال صغير من سوى ربي كما نقول الله اعود اذا فهمت الايه الثانيه ربي قال في سوره المائده الايه الثالثه فمن اضطر في مخمصه المخمصه على شده الجوع غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. آية البقرة ثلاث فلائت الأعلى. آية المائدة ثلاث فإن الله غفور رحيم. علاش تخافش؟ المهم كي تكون نورمال ابتعد عن الحرام. طيب إذن هذه من حيث الواقعية. الخاصية نظام الخاصية الوسطية. وسطية مهمة. شو معنى الوسطية؟ معناتها أحكام الشريعة التي قلنا أنها مستقيمة تتخذ دائما نقاط الوسط
بين جميع المتقابلات والمتضادات. يعني قبيلي تشرعي سيدي في الناس واختفار ليكستر ما كان هكا في الناس مثلا اصفيون يسرحوا فوسيس يتبذل ما كان قرار مستبذل واحد مبذل يتصرف كان يتصرف كان اسمو بيا لطيف فوسيس بزاف يغلقاس اتقوى كي تطرف اكستريميست اتفوايا يشد تلقى رمز الشح البخل ساقي ذيل الشريعه يتقى وتسيلي تلعب في المبذير يتلقى ادريميس باطل بلا المعنى بلا الفائده وتسيلي ذا مشحاح تشد في مالي فرناوي كلشي ولاش ليش دينا الشرع ان هذه الايه لطفي كمل ولا تبسطها كل بسط فتقعد اذا الاعتدال في الانفاق اليس كذلك تكون معتدل اسير لك في الناس تنفق وين يجب الانفاق ولا تنفق وكذا ولا تكون شحيحا وبخيلا وهكذا لكن في مجال الانفاق ايضا في مجال السلوك التفضيل المتهور يا ربي كل حاجه يصدم متهور ويتحس الزبال التفضيل جبان خواف يتسوى ثلمس في كل شيء خطير لا ثلمس كل شجاع الشجاعه وسط بين رذيلتين بين التهور والجبن ثلث هذه الدليل نظر بالقرآن الكريم في سورة البقرة آية 143 وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم في شيء وسط واستقبلت القرن فقرنيس تسكت قرنيس ثاني الناس قبل الخالق لا قبل بذمرة تصرف المنيس تسعى الفلسفة فيك سعى سقراط فيلسوف سقراط فيلسوف إغريقي فيلسوف إليه الفضيلة وسط بين رذيلتين افلح زكي الناس فقرنيف سكت قرنيف فالناس ثقيل الخالي اول دلالي يبغار يفعل الفقرات اي خطر ستوكوس كانوا سيقار فوكس ليا الذهب تخطر اكستريميزم تخطر الناس فالناس وكذلك جعلناهم امه وسط وقيل بريد السلامة وثكيلة وسطية في كل شيء في العقائد العبادات في المعاملات في الأخلاق والقيم والسلوك كل شيء التطبيقات لا تعد ولا تحصى فهمنا جماعة الخير صافي لا تحصي هذه الزوجة الربانية بكاركتيرستيك الزوجة تسمى الشمولية في ثلاثة الواقعية في سبعة للنات الوسطية في خمسة اختار ديك السيستم مازال فيها كثير في تفرغ سي خاصية سي خصائص الشيء اختار أي واحد نعم أسمي خاصية المرونة والثبات أو الثبات والمرونة فإذا طب أشكت تقلت الغناثية أكتفي بها باش نخلو شيء مجال ميخاش الثبات والمرونة مهمة جدا معنى الشريعة عندها حاجات غريبة وعجيبة ومهمة عندها أمور ثابتة لا تتغير شو عندها الدوزون لا بروميير زون شاش
لا بروميير زون ما تنسهاش، ما تنسهاش، تبقى هكذا اترنالمون نهاية الدنيا. لا دوزيام زون فاست واسعة تجي السوق. الحمد لله يا رب. أتفكر في الأمثلة. دائرة الثبات في العقائد ربي ونصيب ثابتة. دي قالنا أنه زيكي والفراء نكتشف اليوم يا رب. أما كنا فقط قال لي صلاة ترينيتي لو بير لو فيس لو سانت اسبيري. كنت قال لا إله إلا الله الإسلام قال لا. وكما يعرفون يعرفون الرأي في العقيدة. ربي مات في سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صافي ربي ومساجد فراء زيد الملائكة فراء الأنبياء والرسل فراء فراء والبرهين فراء تصل أشوف فراء والرسل قوية ماشي من سنة. قال محمد صلى الله عليه وسلم مش كنت ديك سيجار ديك تعجبكم يا والله فراء سيبا يقول الأنبياء لا نفرق بين أحد من الرسل في قلقي دوسي غلط سيبا زيد فراء اليوم الآخر يفراء إمام القضاء والقدر يفراء إلى آخره في مجال العبادة يفراء لعبادة رمضان أو جاي يجي في شو إيمان مش راه يكونوا كان تفاهم ديروا في ديسون أيوا ديروا أسومبلي جينيرال بيتيسيون على بالك بيتيسيون يقبلوا كاع في فري جونفي ديسون أو جاي في شو إيمان كوراج مرحبا يا سلام 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 ما عندناش الحق نفيكسيو هذا نفيكسيو هذا يقيم داكي الدوية في الصور يفسور هذا يزي شنوار يفسور يقول مذور هذا يخرك الدوية مرحبا يا سلام سلام شحال ديت سوها؟ شاك؟ بارك الله فيك كاين منكم اللي عاش ويزيد يعيش ويزيد يعيش صوزي لا عمرو ان شاء الله شحال ديت صوها؟ يقيم داكي مازال مفهوم الاحكام الاخرى الشرعيه في العباده ذكرنا في الصلوات اللي قال لك لا تلعب الشر خلاص صلاه الضحى ثلاث صلاه الضحى صلاه الفجر نبات الفجر صلاه كذا الرواتب في كل شيء كتاب الحمد لله راهي في لابون ينصام يعني في دائره الثبات ثابته ثابته في الاحكام الربا والحقوق هنا غنى حرام الخمر كيف كيف القمار ميسر ولا ما بدناش يسمى اللوطو ولا كذا يسمى ولا 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 يجوز ولا يجوز خاطر انه كل ما تجري عليه احكام التحريم وما قيس عليه تدخل احكام القياس وقواعده السلام عليكم دايما اشترى زيك من الفرن خاطر بدا بالحديث بين في القاضي الفرن والقاضي باش تعطي معلومه انه الان قرار متعدد خاطر الناس مثلا في زيدو فما باص القضيه هذا ماشي عيش قال انت مختص في البناء سبيسياليست انت مختص في المدني السيفي والاخر في السوسيال نورمال يجوز يجوز ابري ديرو باكور باش نكسرو الشرع سي نورمال بالك انت غلط جوج نكسرو الشرع باكور مجلس القاضي استئناف بالك يكون خطا طلع على كل شيء براند في الهياكل يجوز في طريقه العمل تلقى كلام تلقى ربي قال ويحكم بين الناس المحكوم يعني ربنا ولا يجب لكم شنئا قوم على ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب من القرب غير مش تزهر مش قرارات على من غير ولكن اشتا قرار كبير فضيح قرار مليح دير التمويل تاعك مليح وبعدين يحكم بالحق كيف دار فاروق سيذكر الى نهايه الدنيا نهايه العالم باش يشتهر عمر فاروق بالعكس نظام الحسن البصري ربي يرضى عليه ان اكثر من ذكركم لعمر فإنكم إن ذكرتموه ذكرتم العدل وإن ذكرتم العدل ذكرتم الحكم العدل جل جلاله إليك بذلت عمر بن الخطاب بيد بذل هذا بيد الله في تسك بيد بيد من عدل بيد ما هو سبحانه وتعالى طبعا كلام خاص بالصلاة أعود إذا آخر مقالة الثبات قال لك أمور ثابتة المرونة رسول الناس الفيزا تجوز ولا تجوز؟ يجوز. فكيف الشيء تنظيم؟ لا كود لا روت ولا شيء في القران يجوز. باسكو كود لا روت يسعى على علاقات الشريعه. كود لا روت يفرق هذا غير سبيكتيف.
باش تسيبت لك سيدة تسيبت لك كذا صافي ذاك في الفلاطة لا دوزيام صالة توثيق المكوى توثيق عقد الزواج عقد المارياج عقد الفاتحة جي الشيخ الجامع الشيخ تاعي قرا الفاتحة خلاص عقد الزواج شرعي 100%. طيب ولكن التوثيق راه هنا دائرة المرونة هنا لا دوزيام صالة لين سوبلاس نورمال ما شاء الله خدمة شوف بغض ديال الدائرة هيك لي بروسيدور ديجا شوف معناتها تجي حكمة الشريعة لم تلزمنا بدقائق الأمور في كل شيء وين كاين دقائق الأمور لا بروميير زون الدائرة الأولى طبق مفهوم في لا دوزيام زون حلال ثم يوسع خلي الرأي والمشورة وكذا إلى آخره هذه فكرة بلا يسال صافي نكونوا ألاز نكونوا مرتاحين دائرة الثبات تحفظ الشريعة حرمتها وخصوصيتها وحرمتها ودائرة المرونة تستجيب لمستجدات الزمان ومستحدثات الإنسان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.